عليكم جميعا، ورحب فيكم في هذا الجزء الخامس من هذه الورشة التمهيدية والكورس التمهيدي لإعداد الأساتذة مميزين أمثالكم إن شاء الله، يكونون معنا في رحلة اقتصاد الإلهام الأكاديمية، والتي نتمنى أن تفتح في الحقيقة فرص للتغيير في عالمنا العربي والإسلامي، وتكون هي نموذج للبرامج الأكاديمية التي لها دور في المجتمعات. احنا توقفنا اخواني واخواتي في الجلسة الماضية، تكلمنا على أهمية الكورس ودوره في المجتمع، وتكلمنا على متطلبات اعداد الأساتذة، والآن في هذا الجزء نتكلم إن شاء الله على المعرفة التطبيقية المطلوبة منا كطاقم تدريس. وهذا يمكن مو بس لكم، حتى لنا احنا، يعني نعرف ان بعضكم اساتذتنا ما شاء الله في العمل الاكاديمي اكثر مني بكثير سنوات العمل الاكاديمي، ولكن هذا ايضا هو مطلوب لكي نطلع بالاثر المستهدف على مجتمعاتنا، مستهدف على طلبتنا باذن الله سبحانه. تعالوا نصنع نماذج حيه لمفهوم اقتصاد الالهام. اول شيء احنا نتمنى ان شاء الله بعد سنه من الدوره الاولى او الكوهورت الاول او المجموعات الاولى في الماجستير والدكتوراه، ان يكون عندنا نبني في الحقيقه قدره على المعرفه لانواع ومجالات ونظريات اقتصاد الالهام ودورها. فاحنا حطينا بعض النظريات صحيح، ولكن انتم ايضا ممكن تطورون هذه النظريات كما قلنا، لان هذا راح يكون مفهوم مستمر سوف ينضج في خلال 30 سنه من الان، او بعد 25 سنه ان شاء الله من الان، بما ان انطلق قبل 5 سنوات واحنا ما زلنا نعطي فيه نظريات. فاتمنى ان يكون له استقرار اكبر، ونظريات تكون اكثر وقعا واثرا وادله في خلال 30 سنه القادمه. ومع التغيرات العالميه لا شك انه راح يطلع نظريات كثيره في مفهوم اقتصاد الالهام وما شابهها من اقتصادات تحاول ان تقلل سطوه الاقتصاد الراسمالي. طبعا احنا قاعد نتكلم ايضا ان هذه النظريات في معاها ممارسات، في معاها منهجيات، في معاها عمليات، وفي معاها ادوات، وفي معاها في الحقيقه معادلات. كل هذه الوسائل ايضا نتمنى ان ينتبه لها الاستاذ الذي او الاستاذه التي البروفيسور او البروفيسور الذي يقدمون هذه الماده. وفي كل المقررات تتطلب هذا الشيء. الشيء الاخر انه راح يكون في الحقيقه متطلب لتطوير مهارات تنفيذ المشاريع في اقتصاد الالهام. احنا راح تلاحظون عندنا منهج خاص حق مفهوم كيف تنفذ المشاريع، كيف تدار المشاريع، كيف تعرض المشاريع في نهايه المسار، كيف اننا نصنع منها نماذج، كيف نصنع منها مره ثانيه ورقات علميه، كيف بعدين يمكن نصنع عليها ايضا مؤتمرات. فهذا متطلب اساسي منا كطاقم تدريس أكاديمي، إن فعلا عشان نثبت التجربة وننشر ثقة في المجتمع في هذه المجالات. الشيء الآخر الثالث اللي هو القدرة على استخدام نهج اقتصاد الإلهام في حل المشكلات المعقدة أو المستعصية، أو ذكرنا الفرق بين المعقدة والمستعصية، وكيف إن احنا نطور الاستراتيجيات المؤسسية والمجتمعية والوطنية العامة، وكيف إن احنا نستشرف من خلالها أيضا المستقبل. الجزء الرابع هو كيف نستخدم ونحلل اساسيات مصادر المعرفه المتعدده في اقتصاد الالهام، وهي راح تكون كثيره، وكيف احنا نستفيد منها ونستنبط منها في الحقيقه اساليب حديثه نستكشف من خلالها فرص اكثر تساهم في اثبات ان اقتصاد الالهام يقوم على استكشاف الفرص داخل المشاكل وداخل التحديات وداخل الاستشراف المستقبلي والمعطيات المستقبليه في مجتمعاتنا او في الاقتصاد. طبعا يمكن من الاساسيات اللي ايضا يتميز فيها الاستاذ الجامعي ان شاء الله هو قدرته انه هو فعلا يخرج خبراء في اقتصاد الالهام. هم قد يكونوا رواد اجتماعيين، هم رواد اعمال، هم مهندسي الهام مؤسسي، هم خبراء اجتماعيين في الاقتصاد، هم خبراء دوليين واقليميين ومحليين. واتمنى كلنا نفرح لما نشوف طلبتنا ان شاء الله في انهم فعلا يحصلون على وظائف تلهم المجتمعات وتحل المشاكل العالمية.
وخاصة في مجالات ترى الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مثل ما قلنا سابقا أن الأمم المتحدة بحد ذاتها يعني تعتبر نفسها حتى الآن لم تحقق الأهداف بالطريقة الصحيحة، وبالذات مع جائحة كورونا زاد الفقر، زادت الهجرة، زاد متطلبات التمكين للمرأة للشباب، زادت مشاكل الشباب، الأمراض النفسية عند الشباب زادت، المرأة أيضا والعنف زاد، الفئات الضعيفة بشكل عام المهمشة زادت مشاكلها، والبطالة زادت، والاستقرار الاجتماعي في مشاكل كبيرة، وطبعا عطاء منظمات المجتمع المدني أيضا يحتاج إلى تقوية بحيث يصنع أثر. لذلك نحتاج خبراء في قياس الأثر، وهذا البرنامج يتميز أنه سوف يساهم في قياس الأثر، وخبراء أيضا ميسرين للتغيير المجتمعي، وهذه أيضا مهم جدا، ثم خبراء لحل مشاكل الاقتصاد الاجتماعي بشكل كبير، وأيضا في ناس متخصصين يكونون في الإبداع والابتكار الاجتماعي، وهذه أيضا البرنامج يعمل على في الحقيقة على بناء هذه الشخصية، بناء هذا الفكر، بناء هذه العقلية التي تعمل على الابتكار الاجتماعي. العادات اللي يجب صقلها من خلال البرنامج لعادات طلبتنا، احنا نعمل على ان يكون مخرجات التعليم والتعلم المقصودة في الخريج، هي اول شيء انه يكون عنده قدرة على اظهار التقدير لنوع المشاكل او التحديات داخل المجتمع، او مجتمع محدد سواء مجتمع بشكل عام او مؤسسة، معناته يكون عنده قدرة على الوصف، على التمييز، على الشرح، على المتابعة، على روح المبادئ، على التبرير، على الاقتراح، على الاختيار. ولذلك عندنا منهجية اسمها مساراتنا قراراتنا خياراتنا، مساراتنا خياراتنا مساراتنا قراراتنا، فهي كلها عندنا خيارات وعندنا مسارات وعندنا قرارات. هذه في الحقيقة تميز مرة ثانية مفهوم اقتصاد الإلهام أو خريج اقتصاد الإلهام. أيضا عنده قدرة على الدراسة لنوع المشكلة وكيف أنه يحددها ويحدد مصادرها، وكيف أنه يتعامل مع التحديات داخل هذا المجتمع. من أيضا المميزات المهمة في مخرجات التعلم المستهدفة أن يكون في قدرة على تطوير نتائج مستدامة في المجتمعات، لأن واحدة من التحديات اللي تواجه أي مفهوم هو أن كيف هذا المفهوم في له استدامة، في له تأثير على المجتمع بطريقة طويلة المدى، ويمكن هذه واحدة من التحديات في اقتصاد الإلهام، أن عندنا نصنع التأثير الحمد لله، نصنع التغيير في المجتمع، ولكن الآن نحتاج إلى منهجيات استدامة، سواء منهجيات استدامة تكون من تحويل المشروع إلى مشروع ذات عائد ربحي، أو تحويل أو تشبيك بين المؤسسات المجتمع المعنية في هذا المشروع، أو تشبيك مع الحكومة، أو تغيير النموذج بحيث أنه يصير أكثر استغلالية وهكذا. فالقدرة على الالتزام والتعديل والترتيب والإكمال لمشروع ما، أو الدفاع عنه، أو شرحه، أو تعميمه، أو تعريفه، أو دمجه مع مشاريع أخرى، أو تعديله، أو تنظيمه، أو الاستعداد لتأثير مستدام يعني بطريقة أو بأخرى، أو تحويل لتأثير مستدام، هذه في الحقيقة من التحديات اللي يعني مطلوب منا كأساتذة نبحث فيها أكثر وأكثر إن شاء الله. أيضا من النتائج المستهدفة في البرنامج هاي أن نظهر قدرة ثابتة وشغف للتعرف على التحديات في مجالات الاقتصاد الاجتماعي وفي المجتمعات. فلازم يكون عندنا قدرة على التصرف بناء على التمييز للمعطيات الموجودة، أو للتمييز لمصادر المشكلة، قدرة على الإصرار، قدرة على المثابرة. قلنا إحنا تذكرون قلنا الإصرار والمثابرة هي تصنع مفهوم الشغف. أيضا قدرة على العرض، قدرة على التأثير، قدرة على في الحقيقة الاستماع، لأن أيضا من المشاكل اللي تواجهنا دائما كخبراء اقتصاد الإلهام إن إحنا قدرتنا على الاستماع تكون قليلة، فبالتالي ما نستمع إلى المشكلة بطريقة صحيحة. الاستماع أنا قصدي الاستماع كأنك أنت ما تستمع إلى أشخاص فقط، تستمع إلى الصوت الداخلي الذي يقول لك أن شوف الملاحظة هذه الفلانية مرتبطة مع الملاحظة الفلانية، الفرصة الفلانية مرتبطة مع الفرصة الفلانية. القدرة على التعديل للمسار، إذا أنت ماشي بمسار وحسيت أن أنت خطأ، ليس عيب أنك تتراجع، بالعكس، لأن احنا منهجات تقوم على في الحقيقة التعلم من خلال الممارسة، والتعلم من خلال الخطأ، والتعلم من خلال الفشل، والتعلم من خلال المحاولات المتكررة. وبالتالي قدرة على التأهيل والسؤال والمراجعة والحل والاستخدام السليم للأدوات، وقدرة على التحقق من القدرة الثابتة
على أن يكون الإنسان شغوفا بتحديات الاقتصادات الاجتماعية وشغوفا بتطوير المجتمعات. طبعا أيضا من مخرجات التعلم المقصودة هي أن يكون في قدرة على أداء المختبرات الإلهام ووضع لها منهجيات وبرامج وكذا، فقدرة على تحديد المشكلة ونوعية المختبر وتجميع المعلومات وإجراء الفحوصات وإجراء مرة ثانية الاختبارات لمشكلة ما، وإدارة المشروع نفسه أو المختبر نفسه، تنظيم الجهود مع بعض في اللي يعملون في المختبر، اختيار العناصر المهمة التي سوف تكون فاعلة في المختبر، وتقدم حل المجتمعات. هذه متطلب أساسي في طلباتنا. أيضا من مخرجات التعلم اللي نقصدها أيضا هو تكييف حلول محددة. في حلول قد تكون موجودة في المجتمع ولكنها لم تكيف بالطريقة الصحيحة وبالتالي لم تؤدي النتيجة مالتها. فقدرة الطالب أن يعطي حلول يكيفها حسب متطلبات مجتمع الذي يستهدفه، أو يدمج بين الفرص وينسق بين التخصصات ويدمج الحلول الممكنة ويصيغ ويعدل حلول محددة، هاي بحد ذاته راح يعطي قوة للطالب ولمخرجاته ولأثره في المجتمع. أيضا من المخرجات التعلم اللي يستهدفها هو إنشاء الأثر المبتكر أو النماذج الملهمة، وهي طبعا هو الأساس في كل مشروعنا. نهدف أن نزود عدد النماذج الحية في كل المجتمعات، نماذج تتكلم عن نفسها، تزور قرية تقول والله قرية ملهمة. ليش قرية ملهمة؟ لأنها تعمل بأقل موارد، عندها استقلال ذاتي، عندها اكتفاء ذاتي، عندها أسرها مستقرة، شبابها ما يهاجرون، يستفاد منهم، المرأة عندهم يعني منتجة، الأطفال هم عندهم روح الابتكار، في نوع من مرة ثانية التعاون المجتمعي داخل المجتمع وهكذا. فهذا في الحقيقة يحتاج إلى نماذج يكون فعلا مصممة بهذه النية، لأن ترى يا جماعة من أساسيات حصول الإلهام هو التصور، تتصور أن أنت فعلا راح تصل لهالمستوى، تضع النية، تعمل على ذلك وتدير مشروع لكي تخرج بنموذج هو يصنع عملة الإلهام ويصنع تميزا في استقلالية المجتمع الذي يعني صنع هذا النموذج، والذي سوف يكون مرجعا لك لما تتكلم في ورقة علمية، لما تتكلم في دراسة حالة، لما تتكلم في مؤتمر، لما طلبتك تجمعهم الطلبة الجدد تخليهم يشوفون تجارب الطلبة السابقين. هو النموذج الحي هو أفضل طريقة للإقناع، أفضل طريقة في الحقيقة يعني عمل شوك، عمل نوع من الوميض، عمل نوع من التنبيه حق عقلية الإنسان اللي يأتي بعقلية التفكير الرأسمالي. لذلك احنا عندنا أنواع من الطلبة الخريجين المستهدفين في هذا البرنامج. عندنا طلبة راح يكونون هم موظفين متخصصين في إلهام الموارد البشرية في المؤسسات أو إلهام المؤسسة، وهذه موجودين الآن، يعني هذه النوعية من الوظائف الانسبيريشن اوفيسر موجودين في جوجل، في فيسبوك، في امازون، في الشركات الكبيرة بدأوا يحطون هاي النوعية من الناس اللي هم يعملون على في الحقيقة استخدام الكثير من تقنيات علم النفس الإيجابي، ويشوفون الفرص داخل التحديات اللي تواجهها الموارد البشرية أو المؤسسة بشكل عام. أيضا في نوع آخر اللي هو خبير في الاقتصاد الاجتماعي، وهذا قد يعمل في خدمة المجتمع والتنمية، وأيضا يكون هو يعمل على تطوير ظروف حياة الناس، سبل العيش في المجتمعات، يطور المناطق الحضرية والريفية، يعمل القضاء على الفقر، يحسن من مفهوم المساواة، يمكن المستضعفين، يعمل على برامج مجتمعية تشاركية سواء مع الحكومات أو مع المنظمات غير الحكومية. في نوع أيضا ثالث هو قائد تغيير، هذا قائد تغيير في مجتمعات أو في مؤسسات، وهذا معروف طبعا، ولكن ندعي في هذا البرنامج سوف نخرج قادة تغيير عمليين هم مارسوا عملية التغيير من خلال مشاريع ميدانية. عندنا النوع الرابع اللي هو نفتخر فيه احنا، لان هذا اساس كل برنامجنا، ان المينيمم اقل نوعيه من طلبتنا انهم يكونون ناس خبراء في حل المشاكل.
بغض النظر عن مستواه حتى العلمي وكيف راح يتخرج بامتياز ولا جيد جدا ولا جيد، راح يكون لازم ان الطالب ما يتخرج من ويحصل ماجستير الا ويكون عنده قدره على التعامل مع المشكلات بشكل عام، المشكلات المعقده او المستعصيه بشكل خاص، وكيف انه يولف بين المشكلات ويربط بيناتها بحيث يبتكر شيء جديد، وان شاء الله من هاي النوعيه نطلع بنوعيات يعني افضل ما يأثرون على مجتمعاتهم بشكل كبير، وهذا اللي يعملون في كل المنظمات والمؤسسات بشكل عام. ممكن يكونون هم أصحاب أعمال. النوع الخامس هم المبتكرون الاجتماعيون. وهذا اللي هم راح يشتغلون في الابتكار الاجتماعي والإبداع الاجتماعي أو الريادة المجتمعية، ويركزون على تقديم حلول إبداعية تطور في الحقيقة من المجتمع وتساهم في التفكير الإبداعي وتساهم في الحقيقة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية. النوع السادس هو خبير اقتصاد الشباب، وهذا النوعية هي النوعية اللي أنا ودي أختم فيها. هذا الخبير اقتصاد الشباب وراح يركز على تحسين روح الشباب واستخدامات روح الشباب وحبهم للاستكشاف، حبهم لأنهم يأخذون مخاطر، حبهم أنهم يجربون شيء جديد، وايضا يستفيد من طاقه الشباب وطاقه التغيير الايجابي، ويعد قاده شباب هم يساهمون في صناعات ناميه، يساهمون في مجتمعات ترتقي الافضل، يساهمون في منظمات المجتمع المدني، ويكون عندهم في الحقيقه دخول حتى في النوادي الرياضيه، حتى في برامج الارشاد الشبابي، ويساهمون في تنميه الفرص الاقتصاديه للشباب بغض النظر عن مناطقهم ومناطق عملهم بشكل عام. فأنا ودي أختم معاكم في هذا الجلسة في أن نصل إلى هنا، ولكن إن شاء الله سوف نكمل معاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في جلسات قادمة. شكرا لكم.